الدروس الخصوصية وتأثيرها على المستوى التعليمي للطلبة استغلته جمعية رياض الخير بتوسعته مجانا لطلبتها من العائلات المعوزة، وهو ما انعكس إيجابا على تحصيلهم الدراسي. هذه المبادرة متى بدأت؟ بدأت في 2005، خرجنا منها جيل عظيم، منهم الأساتذة، منهم المدراء، والحمد لله بينا عينات في هذه الآونة الأخيرة. أشكر كل أستاذ أعطى من عقله ما أعطاه الله عز وجل، لأنه أنفق من خير ما أنفق منه هو ماذا؟ هي الذاكرة، هو العلم. أكثر من 15 عاما والجمعية تراقب تطور المنهج التعليمي والنتائج المحققة، لخير دليل على ذلك. التشرف بأن درسنا في هذه المدرسة وفي هذا الدروس الخصوصية، ونقول شكرا جزاك الله خير. نشكر الجمعية هذه اللي وفرت لنا كل شيء، ووفرت لنا النجاح، وبالإضافة المعلمين يحترمونا، وبالإضافة المعلمة القرآن اللي تفيدنا في حياتنا. أولا الشيخ دكومي يعني هيئ لنا كل الظروف وكل الوسائل اللي خلتنا أن نتحصلوا على هذه المرتبة، والحمد لله. فيها طالب للطب وطالب في الشريعة، تخرج من الجمعية مع أفضلية في حفظ كتاب الله، وما تقوله علياء إرجاع فضل قديم لواقع جديد. تفوقت هذه الجمعية عن مثيلتها كونها جمعية مجانية على غرار بقية الجمعيات التي تتطلب مبالغ مالية. بإذن الله أكيد رح ننضموا ليهم إن شاء الله. العمل الجمعوي التطوعي الذي يلقي بثماره على الأرجاء كالمطر أينما وقع نفع.